more irrigation, yes, this is us. يعني كل ما تزود التكرار من الإرجنت كل ما الأخطاء تكاد تكون معلومة. كلام جميل. بينما جينا حكينا يا صديقي وقلنا احنا بناخذوه من محل المعدات ولا من محل مواد التنظيف، قلنا من المعدات بسبب واحد أنه هو ميديكال كونسنتريشن يعني تركيز دقيق. بينما من محلات مواد التنظيف التركيز مش دقيق فحاول إنك تتبع على أز ماتش أز يو كان. كلام جميل. لو جينا تكلمنا دكاترتنا على أنواع النيد اللي موجودة معنا حكوا على السوداء باستفاضه ولكن في عجاله. عندنا تو تايبس اوف نيدل، نوعين من النيدل، نيدل ذوات فتحات جانبيه ونيدل ذوات فتحات سفليه. انت اما هي اللي حتشتغل بها؟ حتشتغل بالاندو نيدل اللي هي السايد بنتد. ضروري دكتور قبل ما تبدا في الكلينيك موفر على الاقل مجموعه من النيدلز هذه حتسهل لك الشغل. انت شنو استفدت؟ استفدت اولا ان السوليوشن ينزل معك لكامل القناه. الاستفادة الثانية انك انت ما عندكش ابيكال بريشر من السوليوشن داخل الكلام، يسمى شيء سايد بنتد نيدل. ونضيف لك نقطة ثانية صغيرة. السايد بنتد يا عزيزي عندك منها نوعين. في نوع منها يسمى ركز معي دبل بنتد، وفي نوع سايد بنتد. ما معنى دبل بنتد؟ يعني مفتوحة من الطرفين، يعني مفتوحة في الرايت سايد ومفتوحة في الليفت سايد زي هذه. وفي نوع منها يسمى سايد بنتد فتحة من جهة واحدة. من اختاروا؟ من اختاروا؟ إياك كم واحد؟ اختار سايد بنتد مش دبل بنتد. علاش؟ لأن دبل بنتد يا صديقي تحتاج تكتايل سنسيشن عالي يشتغلوا بها أخصائيين علاج العصب، لأن النيدل من فوق يعني رقيقة جدا. أول ما أنت تحشرها في مكان غلط ممكن أن الأماكن هذه ممكن أن هي تنكسر من المكان هذا وتبقى داخل الكلام. اتفقنا؟ أي نعم هي أحسن، أي نعم هي أقوى، ولكن عندها عيب، لو كانت يدي قوية في الموضوع ممكن تتكسر لي في القلب، أوكي؟ نزلنا داخل الكنال وصنعنا الإريجيشن بتاعنا بين الفايات، أفضل حركة تقوم بها في الإريجيشن إنك تاخذ النيدل بتاعك وتحطها في الكنال وتطلع بسمول ستوكس، أب أند داون، أب أند داون، أب أند داون، بحيث إنك أنت وكأنك تصنع في رنزنج للكنال من اعلاها لادناها، اوكي؟ فما تحطش النيدل في مكان وتحشر السوليوشن بقوه، لا، احنا نضرب بحركه اب اند داون على كامل الطول. ونزيد لك نقطه ثانيه، لو حاولت انك انت تتغاضى عن كلامي وتهمش كلامي اللي انا احكي عليه ومشيت جبت الاند بنت النيدل، الف 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 مبروك عليك، يوم الوعيد يوم الصوديوم اكسيدنت. كلام جميل. والصوديوم اكسيدنت هذه تصير لكل زميل معانا بسبب احتراز انت اصلا ما ركزتش عليه. الصوديوم اكسيدنت في خلال ثواني، ولما بلغش مش دقائق، ثواني ثانيتين ثلاثه اربعه، البيشن في لحظات سويلينج، في لحظات بيرزنتس اريا، في لحظات بروكتوسس في العين، في لحظات سي بي بين، في ثواني بسبب دفع السوليوشن تحت الكنال. فالجسم يرد عليك بالميون رياكشن، الرياكشن بالميون رياكشن سريع. فلذلك حاول تجنب قدر الامكان الانفنتد نيدل واستبدلها بالسايد بنتد نيدل، ومن اليوم تمشي تشيلها جنبها للانف، اوكي؟ فيشوف في فائده ثانيه للسايد بنتد نيدل. الفائده الثانيه ان السايد بنتد نيدل لو جبتها دكتوري هي النيدل الوحيده اللي ممكن توصل بها للطول كامل. يعني لو جبت الانفنتد نيدل زي ما حكيت دكتور هشام بالظبط، لو جبت الانفنتد نيدل مش حتوصل معك للنهايه، فانت واصل فقط في الاوريفيس او تحت الاوريفيس بشويه. فقدر المستطاع حاول يا دكتور انك انت تجيب سايد بنتد مش توصل للطول الكامل. وفي بعض النيدلز الرقيقه تلقى موجوده عليها سكوبر، فانت تنقصها اقل من الطول تقريبا ب 2 مللي، لو حاب انك تشتغل شغل خرافي واحترافي. اتفقنا؟ كملنا كل هالكلام وطلعنا بالريجيشن دوجة دوجة بين الفايل والفايل وكملنا. وصلنا لاخر فايل بتاعنا وفنشنا الكنال والنفروض سي ان الكنال وقفناه على فايل 30 تيبر 4. كلام جميل. او فايل 35 تيبر 4. كلام جميل. السؤال هنا يقول احنا بعد ما كملنا هذا كله هل نمشوا للاوبتيوليشن على طول ولا في خطوه مفقوده؟ قديما كانت الخطوات اللي درسناها في جامعاتنا اكسس انسترومنتيشن اوبتيوليشن، صحيح؟ ولكن اليوم الكلام لا يفرق.
الاكسس والانسترومنتيشن حاجتين متصلات ببعض، ولكن من الانسترومنتيشن رجاء لا تقفز على الاوبريشن، لان عندنا خطوه مفقوده في عالم علاج العصب تسمى فاينل رينزنج بروتوكول. ما معنى فاينل رينزنج؟ اي معنى غسله الكنال الغسله الاخيره، تنظيف الكنال التنظيف الاخيره. هذه انت الخطوه هذه؟ ها؟ انت؟ مش بعد الانسترومنتيشن، لا لا، قبل الاوبريشن. واضحه الفكره؟ يعني مش بعد الاوبريشن، مش بعد الانسترومنتيشن، انا ما يهمنيش الانسترومنتيشن، انا يهمني قبل ما نسكر الكنال بتاعي نصنع الفاينل رينزنج. باهي هلوما والسليوشن. لما نقولوا فاينل رينزنج بروتوكول عندنا ثلاثه شروط معنيه. احنا مثل كنا نقولوا بين الفاين والفاين قديش ملي من اريجن بكثره؟ جميل، هو ده 2 ملي، اوكي؟ 1 ملي كافي بين الفاين والفاين. لما نوصلوا في الفاينل رينزنج يا صديقي، اول شرط معانا ان يكون عندك من كل سوليوشن سيرنجه كامله 5 ملي. اذا تقريبا دواء كبير، احنا دواء وين في اول خطوه؟ في الفاينل رينزنج. كم الكميه الان؟ 5 ملي من كل سوليوشن. جميل. الشرط التالي معاي ان يكون معاي ثلاثه انواع مختلفه من السوليوشنز، اللي هم صوديوم، اوكي، اي دي تي اي، اوكي، كلوركسيدين. اما اي دي تي اي نحكي، هذا الجن اللي حكى عليه الدكتور هشام، لا لا، نحكي مين؟ سوليوشن، نحكي مين؟ نحكي على الاريجيشن. اتفقنا؟ اذا اعطيني شروط الفاينل رينزنج دكتوري، بكل بساطه الشرط الاول ان يكون معاي ثلاثه اريجيشن سوليوشن، تريبل اريجنت موجوده معي الان، لان احنا بنوصل الكلام حاليا للنسخه الاخيره. الشرط الثاني معي كل سوليوشن عندك منها سرنجه كامله حتضخها في الكلام، اوكي. الشرط الثالث يا صديقي، الشرط الثالث انك تاخذ السوليوشن بتاعك في كل الاماكن المخفيه. انك ترش السوليوشن بتاعك بطريقه ذكيه توصله لكل الاماكن المخفيه. إذا هم ثلاثة شروط للفاينل رينزنج. الشرط الأول ثلاثة سوليوشن، الشرط الثاني 5 ملي من كل سوليوشن، الشرط الثالث اكتيفيشن 5 ملي. وما تسألنيش على الاكتيفيشن دكتوري، حنوصل لكم شغل. أوكي. فيا دكتور لو حكينا على حاجة مهمة. أنا جبت الثلاثة شروط. طبعاً اكتيفيشن الثلاثة. لو جبنا الثلاثة شروط هذه وحاولنا نطبقوها. مجملاً نحب نقول لك ان الكنال كانسترومنتيشن تستغرق منك دقيقه دقيقه ونص، كانريجيشن تستغرق منك احيانا 5 10 دقائق. علاش؟ لان احنا معتمدين كليا على مني على الاريجنت. فيا دكتور هو هذا كله ارجوك احكي لنا، لحظه دكتور شوي هدوء، هذا كله دكتور ارجوك احكي لنا علاش تضيع الوقت لما نحكي لك على بروتوكول زي هذا. انا نحكي لك على تايم لوس، انا نحكي لك على وقت ضائع، واعطيني مبرر لهذا الوقت. بكل بساطه لما جينا شفنا البلبل سيستم ما لقيناش اي كنال، عباره عن تيوب، عباره عن حاجه مواسيه سايكيتريكال، مش موجوده الكنال هذه. فلقينا الاشكال هذه الغريبه، الريجولاريتي هذه اللي انت تشوف فيها في اماكن مخفيه من الفايل مقدرش نصب فيها. يعني في اماكن انت تكشف اصلا بالفايل، في اماكن الفايل مهما حاول انه يكت مش حتوصلها. لذلك ضروري بترج السوليوشن وتوصلها لكل الاماكن. كلام جميل. احنا اتفقنا ان الكنال اليوم لا تسمى كنال، تسمى بلبل سيستم. وانت زي ما تفكر كيف تجهز الكنال، تفكر كيف توصل الاماكن هذه المخفيه اللي اساسا الفايل مش حيوصلها. كيف توصلها؟ توصلها في نهايه تحضيرك بالفايل برنسنج بروتوكول. شو شروطها؟ ثلاثة سوليوشن، 5 ملي من كل سوليوشن، ذن اكتيفيت. كلام جميل. فلو جينا حبينا نرتبوا لدكاترتنا ترتيبة الفاينل رينزنج باختصار، لو حبينا نرتبوا الفاينل رينزنج بروتوكول، خذ معي شوية. الفاينل رينزنج بروتوكول باختصار هو دكاترة عليه باش نرتب أصلا السوليوشنز، ضروري ما نكون عارف كل سوليوشن شو بيجي باقي الناس، أوكي؟ فخلينا في أول سوليوشن. أول سوليوشن يا صديقي هو الصوديوم. من يقول لي شو أهم فائدة بالصوديوم؟ لا مش أهم فائدة، أهم فائدة أنه هو أنتي مايكروبيال إيجنت. الفائدة الثانية أنه هو يريزولف من البلبل تيشو. بينما قال ثاني قلت لك دكتوري الصوديوم يقتل البكتيريا، ويذوب الأورجانيك ماتيريال. أنت فاهم أن الأورجانيك هي كل حاجة رطبة،
هي اي حاجه فلاشي، النيرف الارتري الفين، اي حاجه فلاشي تعتبر اورجانيك. اذا لو جبتها لك بطريقه اخرى وضفت الصوديوم واللي هو بيكل يعني بيقتل اغلب انواع البكتيريا، وتفتح خطوط تحت كلمه اغلب، بيقتل اغلب انواع البكتيريا ويدوب البلبل التيشو اللي انت اساسا ما وصلتلاش في اللاك اورجانيز وفي الاماكن المخفيه. اذا هذه كوظيفه للصوديوم. كلام جميل. قديش تركيز الصوديوم دكتوري؟ جميل، بقى لو كانت السنة فايتل نقدر نقول 2.5%، اوكي وي كان دو ات، اوكي اتفقنا على الصوديوم. بقى لو جينا حكينا يا دكتور ركز معي، اها تركيزها 5%. بقى لو جينا دكتور حكينا عن ثاني سوليوشن معنا شنو هو؟ هو الـ ADTA. مين يقول لي وظيفة الـ ADTA شيء؟ للأمانة ماليش أي وظيفة إلا وظيفة واحدة، أنه هو يحول في الإنورجانيك. لما نقول الإنورجانيك نتكلم عن السيرلايرز، نتكلم عن حاجات الصلبة، نتكلم عن حاجات هذه. فهو يحول في السيرلاير ويحول في الإنورجانيك كومبوننت اللي موجودة وين؟ اللي موجودة على الجدران، أوكي؟ فدكتوري لو جينا قلنا أنا عندنا ركز فريق، أنا عندنا لاترال كنالز وبوابات جانبية، والبوابات هذه مسدودة، مسدودة بمين؟ ببقايا دنتين، مسدودة بحاجات دنتين. زعما شنو الحاجة اللي ممكن يشتغلوا بها تحول لي بقايا سمير لايرز والباودر بتاع الدنتين والحاجات هذه؟ شنو؟ الـ ADTA. إذا الـ ADTA وظيفته مش إنه ينظف، لا، إنه هو يحول السمير لاير اللي أساسا مستخبية تحت البكتيريا. كلام جميل. طيب كم تركيز الدكتوري؟ بكل بساطة نتكلم عن التركيز 17%. إذا الصوديوم تركيزه كم؟ جميل. الـ ADTA كم تركيزها؟ هل بين الفايلات نستخدمه في سوليوشن الـ ADTA؟ لا لا لا، الجولد ستاندرد سوليوشن هو الصوديوم بين الفايلات. طيب واحنا مين نتكلموا دكتوري؟ نتكلموا على الفاينل رينزنج، يعني في نهاية الجلسة. كلام جميل، حكينا عن الصوديوم وحكينا عن الـ ADTA. بنتعلم هاي لاخر سوليوشن نفنش فيه. اخر سوليوشن نفنش فيه يا صديقي هو الكلوركسيد. جميل، خليكم معي شويه هيك. لو جينا نتكلم عن الكلوركسيد، مين يقول لي وظيفه الكلوركسيد شنو؟ انتي ميكروبيال. والله ما نقدرش نقول لك صح، تعرف علاش؟ لان احنا مش جايبين على اساس انها انتي ميكروبيال، جايبينها لمين؟ للبكتيريا المقاومه للصوديوم. فهو عندي ميكروبيال اي نعم، ولكن الفكره ان عندي بكتيريا مقاومه للصوديوم لايك ستريبتوكوكس في جاز. البكتيريا هذه يا صديقي ركز معي، البكتيريا هذه لا يقدر على قتلها الا الكلوركسيد. اذا هو يفنش في بقايا البكتيريا اللي خلى هذا الصوديوم. وزيد لك شمال شعبه، اغلب الدراسات لما شافوا استان فيليز في الار سي تي، ركز معي، لقوا ان اكثر بكتيريا شرسه مقاومه تبنتريتد انتيبيولز وتستخبى وتسبب الفيلر، هو ان اغلب الفيلر يحدث بسبب الفيكال سيل. فايفر ايفر ايفر يا صديقي انك ترجع لاي حاله ري تريتمنت في صوديوم اظن. اتفقنا؟ لان متفقين ان الكلوركسيد هو اللي يقتل البقايا اللي ممكن يخليها الصوديوم، لان الصوديوم غير قادر على الفيكال. لو جينا نتكلم على تركيزات،